وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. من الفوائد أنه عز وجل لما خلق الأرض كما في الآية السابقة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بيّن أن الأرض لا يمكن أن تصلح إلا بأمير، ولذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. ولذا لو أن الأرض لا يكون فيها رئيس ومرؤوس وأمير ومأمور فإنها تفسد ولا تستقيم للناس حياة ولا يقر لهم قرار ولا يحصل لهم أمن ولا تؤمن لهم سبل ولا يتوفر لهم عيش. ولذلك من ضروريات صلاح البشر دين ودنيا أن تكون هناك ولاية. ولذا جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم منازعة ولي الأمر الأمر لما ينجم من ذلك من فساد. قال القرطبي رحمه الله ولم تختلف الأمة ولا الأئمة عن وجوب تنصيب إمام للناس إلا ما روي عن الأصم، هذا عالم من العلماء، إلا ما روي عن الأصم إذ قال إذا استقامت أمور الناس من غير أمير ووزعوا الأرزاق فيما بينهم واستقر لهم قرار فيقول لا يلزم من تنصيبه. قال القرطبي رحمه الله ولم يخالف في وجوب تنصيب إمام للناس، لم تخالف في ذلك الأمة ولا الأئمة، ولم يخالف إلا الأصم لأنه عن الشريعة أصم. لماذا أصم رحمه الله؟ لأنه لم يتفطن لما جاءت به النصوص الشرعية.